مع ضيوفنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن الزيد الحكم الدولي السابق. مساء الخير أخوي محمد والكابتن أبو خالد جمال وجميع مشاهدي القنوات الرياضية السعودية، وإن شاء الله نتوفق فيما نقدم. أيضا جمال غندور الحكم الدولي السابق ومحلل التحكيمي لكي اس اي سبورت. تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين. الحقيقة أسبوع زاخر بالحالات التحكيمية سواء الصحيحة أو الغير صحيحة، ولكن أعتقد أنه الفقرة التحكيمية ما شاء الله يعني دسمة. دسمة يومية. أنتوا كنتوا مع بعض 98 صح؟ نعم صحيح، في 98 ومن قبلت كده. 98 هي أفضل بطولة، أكبر بطولة كنا مع بعض فيها تتويج في فرنسا للسابق. سعيد بالقولة أيضا، الله رحمة الله علينا. طيب خلينا نبدأ مباراة الفتح والشباب. تمام، اللقطات عندكم أعتقد مسجلة. مسجلة نعم أكيد. نبدأ باللقطة الأولى. طيب تفضل أبو خالد. أنت يلا نشوف هنا. هو طاقم هولندي ولا لازم نعرف فيه؟ طاقم هولندي درجة أولى طبعا، من الموسم الماضي كان الاتحاد السعودي أو الحكام تستعين بطاقم يعني طواقم من الدرجة أولى، والهدف أنه يجي حكم غير سعودي بغض النظر عن درجته كان دولي أو غير دولي. وهذا طبعا أحد الأشياء اللي إحنا ما دام تجيب حكام يعني ما يمنع تجيب طاقم له اسمه على مستوى الأوروبي، ما دام أنت تستقطب لازم تجيب الأفضل. صحيح. ولكن هو حكم درجة أولى، ونتمنى إن شاء الله نشوف الحين لقطاته مع بعض. طب نبدأ معلش نعيد تاني الفقرة، الحالة الأولى ونشوف أول اختبار للحكم هنا كان في الدقيقة 14. عارفين طبعا أي احتكاك جوه منطقة الجزاء بتبقى من الحالات المهمة. صح. سقوط الإشارة اللي عملها الحكم دي بإيديه بيقول ما فيش شيء، هو في مكان كويس، وبالفعل ما فيش حاجة، ما فيش شيء، الالتحام طبيعي جدا. صح. لأنه الالتحام الطبيعي نعرفه بالجسد، الجسدين في بعض وما فيش أي لاعب فيهم كان عنده فرصة أكبر من التاني. صح. الاتنين عندهم نفس الفرصة، المدافع عايز يروح للكرة، المهاجم عايز يروح للكرة، حصل الالتحام. ده تعريف الالتحام الطبيعي دون استخدام للإيد أو دون خروج الإيد من الجسم أو ما شابه ذلك. إذن أول اختبار للحكم في المباراة داخل منطقة الجزاء قراره صحيح واستمرار اللعب هو القرار الصحيح. نعم صحيح، نعم قرار صحيح. نشوف حد 25 هل هناك تسلل على الفتح، وحنشوف الآن لحظة قيام الكرة من اللاعب هنا. حنشوف شوف الآن طبعا بعد دبل الكرة يعني الحكم على اللعبة قبل التمرير. صحيح. ولكن هنا الآن لو نشوف بس وقف قبل التمرير، شوف المدافع مغطي بعد التمرير. المساعد كان صاحي وكان تمركزه عالي جدا وكان تركيزه عالي، إذا لا يوجد تسلل استمرار اللعب كان قرار صحيح. ما في تسلل، ما في تسلل. تمام. طيب نروح للحالة الثالثة في المباراة. حنشوف هنا مخالفة اتسددت، استمر اللعب، كانت هجمة الحقيقة وأكثر من مرة، وبعدين راحت، وبعدين يحصل هنا مخالفة. الحكم تواجد في مكان نموذجي يقدر من خلاله ما يعتمدش على حد، لا المساعد ولا الفار في تحديد الفاول. الفاول موجود، لكن في تحديد الفاول خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء، تعرف حوالين الخط ده بتبقى مشكلة كبيرة في الأخطاء، أصعب القرارات عندها. بالضبط كده. هنا بص الحكم كان موجود وادي المخالفة، ارجع تاني شوية خلينا نشوف لحظة الالتحام. لا مش هنا يعني، في الإعادة. دي كل دي أمور طبيعية، كل دي أمور سليمة. هنا هو نقف، هذا الالتحام، هذا الالتحام خارج المنطقة، خارج منطقة الجزاء، ما فيها بلنتي. طيب بس السقوط داخل، خلي لقطة الشباب بس الأخيرة. ليش؟ أبغى نشوف تصرف الحكم، إشارة الحكم بإيده. يعني هو كان ما أشر فاول ولا أشر بلنتي، أول شيء عمل إشارة يقول ما في شيء، بعدين أشر بالفاول. ليش سوى الحركة؟ لا خلينا بس ارجع شويه خطوتين لورا عشان نشوف الاشاره. ما نشوف، مو معقول نشوف الاشاره. انا الان شفتها في الاعاده بس اكيد لها تفسير يعني. طيب نشوف نتابع الاشاره. عايز يقول ما فيش حاجه، برافو عليك محمد. ما شاء الله عليك يعني. هو عايز يقول ما فيش خطا، وتفاجئ بالاحتكاك بعدين يعني الاحتكاك حصل بعد اشارته. هو 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 ركز على احتكاك القدم، احتكاك القدم ما فيش احتكاك بالقدم، الاحتكاك كان بالجسم دفاع. وبالتالي هو كان على وشك انه يقول ما فيش خطا، وبعدين اتفاجئ بالاحتكاك حصل بالجسم، فبالتالي تراجع عن قراره الاول او اشارته الاولانيه فاحتسب المخالفه. وهذا الشيء ابو خالد انت قلت عليه وانا اقول عليه اليوم، يا حكم ما في داعي الاشاره. زايد الاشاره دي مش موجوده، انت مش موجوده، انت يا في صافره يا ما في خطا يستمر اللعب. واذا في تحت فرصه الاشاره واضحه حقتها، اما كذا ما في ولا كذا ولا زي الحاجات دي. شو احرجته الان زي ما تفضلت يا استاذ محمد. تمام. اضطر انه يتراجع لانه صار في احتكاك بعد ما اعطى الاشاره.
طبعا انا سعيد جدا باللقطه دي وملاحظتك، لان احنا اكدنا على الكلام ده على عدم الاشارات دي، اشارات اللي ما لها لازمه مش موجوده في القانون. في اشاره اتاحه الفرصه موجوده، في اشاره الركله الحره الغير مباشره موجوده، موجوده في الرسم، في انما الحكام انه ما فيش خطا دي مش موجوده، لانه قد تسبب الحكم احراج زي ما اللقطه دي سببت له احراج، ولكن ما خدش كتير، ما حدش خد باله منه، لكن انت الحقيقه جبتها. ممكن انت تدي اشاره تقول ما فيش خطا، وبعدين يبقى بعد كده الفار يقول لك لا في خطا، فبالتالي هتروح انت تشيك وانت بتدافع عن قرارك، لانك قلت خلاص قدام الناس اتورطت، تصر على فبالتالي تصر على رايك، وبالتالي هنا بتضيع العداله في ممكن لمجرد شعورك بانك عايز تدافع. ممتاز، خلينا نشوف الحاله اللي بعدها. في الحاله اللي بعد دقيقه 48 تقريبا عن نهايه الشوط، وحنشوف التوقيت اللي اطلق فيه الحكم الصافره. هو طبعا الحين لو نشوف الحين هو معطي 3 دقائق هذه اللعبه، بس وقف لحظه استلام الكره، شوف الحين ارجع شوي بس سعره، يعني معقول يا حكم بالدقيقة الثواني ذي؟ طبعا اللاعب القرار بالنسبة للبطاقة الصفراء اعتراض، وحتى لو بعد الصفراء وفي قرار انذار وطارد ما عندهم، لكن لو ترجع لحظة صفرة الحكم هو أعطى 3 دقائق، بالثلاث دقائق هذه لو أعطيت ثواني 5-4 شفت نتيجة اللعبة. أنا ما أبغى أدخل في أسماء لعبات أخرى، ولكن هي اللعبة ليست لعبة يعني دقيقة لدرجة أنها تطرد على الثانية. شوف الحين كم، 47 و58 ثانية، اللاعب استلم الكرة محتاج ثانيتين ثلاث، يا يتصرف في الكرة يا يسددها يا تضيع منه. أعطيه خلي يعني إدارة مباراتي، إدارة ما شوف سبب لنفسه مشكلة، أطلق الصافرة والكرة والهجمة للفريق، وبعدين يعني بس ما أحرج نفسه هو الحكم على نفس اللقطة من بدايتها. يعني أنا بس كذا تساؤل بسيط، قبل ترجع الكرة شوف ما أطلق الصافرة حتى الآن، بس شوف رفع يده، بس وقف هنا، رفع يده وقف، هو كان ناوي الصفر. نعم صفر، كم من ثواني ما انتهى الشوط، هو صفر. لكن وين رايح الكوره؟ يعني هو ما كان عارف بالخطا. انا اعلمك انا، اي نعم معلم. شوف انت يجب ان تقرا المباراه كحكم قبل لا تطلع صافره، تشوف وين مكان الكوره وين كذا وين كذا. اعطيك مثل في الشوط الثاني هو اعطى 6 دقائق، وبعدين لعب دقيقه زياده. اذا ما في شيء اسمه بالثانيه في صوره القدم، يعني تابع الحاله واداره، هي تابع الحاله. ممكن لو صفر على ركله حره مباشره في دقيقه 48 ومحتاجه وقت حائط بشري وكذا وكذا، ممكن هو يطلق ما ينفذ، هذا من حقه، لكن هذه كره في اللعب وثواني ما تحسم الجدل. عمر الانذار صحيح الاعتراض، لكن اطلاق الصافره في اداره المباراه كان يعني غير موفق. ممتاز، هذه حاله الشوط الاول. الشوط الثاني نخش بقى في الجد، في الجد الشوط الثاني الله عليه. يلا نخش في الجد، يلا تفضل ابو خالد. ركله جزاء احتسبت، هو في ركلتين جزاء احتسبوا في المباراه، هنشوفهم الاثنين. واحده كانت في الدقيقه الاولى من الشوط، وندقق فيهم. ثاني دي ركله جزاء تم احتسابها، وادي الحكم وانذار للاعب، بس واقف هنا الانذار للاعب رقم مين؟ ثلاثة. هو الان رقم 3. نعم اوكي، الانذار للاعب رقم 3. يقول مش انا الحين، والانذار اللاعب عمال يقول له مش انا اللي يعني اللي عملت المخالفه. شوف اللاعب مش معترض على البلنتي، معترض انه هو بيتكلم دلوقتي الاول على الانذار. البلنتي هنجيبه بعدين. شوف ارجع شويه، ارجع شويه بس عشان نكتشف رقم اللاعب اللي خد اللي عمل ركله 25. توفيق محمد ده اللي المفترض انه عمل المخالفه، المفترض انه هو اللي عمل المخالفه بغض النظر الحين عن الصحه، هنجيبها بعدين. خلينا بس نعالج نقطه القرار الاداري بتاع الانذار. اذا في البدايه الحكم هنا الانذار غير صحيح، خلاص تاكدنا ان هو غير صحيح، الا اذا كان لسبب اخر عشان احنا مش عايزين. تمام، نكمل بقى. احنا انا يعني احنا اشتغلنا انا وابو زيد كاننا حكام فار كويس، وعايزين نساعد الحكم، فعايزين ندور على المخالفه. دورنا على المخالفه مش لاقيينها، نكمل نشوف. يمكن ادي قدم الشمال ما لمستش، وادي القدم اليمين اهي ما لمستش، طيب المخالفه بايه؟ المخالفه فين؟ نكمل تاني، يمكن نكتشفها من ناحيه ثانيه، يمكن من زاويه ثانيه. تاني نشوف هنا اهو نزل برضه، هنا احتمال، قلنا في احتمال يكون حصل تلامس. طيب نستخدم بقى التقنيه بتاعتنا برضه، هنا ادي اللقطه الزوم، نستخدم الزوم ونشوف نشوف. يلا يلا ورينا، نزل اللاعب هو على الارض اهي، مفيش تلامس، وهنا لا. طب نكمل تاني يا جماعه نشوف، ادي اهي ولا حد، وادي الثانيه اهي. طيب يا جماعه فين الخطا في الركله؟ انا قلت لك احنا مش محللين في برنامج تلفزيوني عشان نطلع خطا للحكم، خلينا نساعد الحكم. طيب خلينا اقول الفار اللي موجود عنده اللقطات دي ولا ما عندوش؟ هل احنا التقنيات اللي عندنا هنا في القناه افضل من تقنيه الفار اللي موجوده في الملعب؟
تسالني انا اقول لك ايه؟ ترى انا من القناعه. لا ما عشان لكن يفترض العكس. هل 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 ده منطقي؟ ان لو توفرت هذه اللقطات واحنا قاعدين احنا 100 واحد مش هنقول اثنين، احنا 100، احنا عايزين نكتشف المخالفه فين؟ احنا مش بندور على خطا للحكم، عايزين نكتشف المخالفه. اذا ما كان في تلامس، فبالتالي اشكاليه اصلا في البلنتي. نعم، وفي الاضافه للانذار انه يعطي للاعب. الانذار هو صلح هويه اللاعب، يكون صححه صلح هويه صح. لكن هل برضه في التصحيح، للاسف برضه في التصحيح لو جبناه انا برضه مش متاكد انه راح لرقم 25. انا شايفه رايح لرقم 10. طيب نشوف المباراه. طيب في الكرت او عفوا ركله الجزاء نفسها كانت تستحق كرت اصفر لو كانت لو صحيحه. لو صحيحه لو صحيحه. والان الحاله خطا، ما في بلنتي اصلا، ما في، وبالتالي ما في كرت اصفر. احنا قاعدين مع بعض، خلينا قرار خليه قرار جماعي. خلينا ندور، احنا بندور على الخطا. احنا عايزين نقتنع بالمخالفه، فين المخالفه؟ بس شوف ابو خالد هنا صحح، راح قال ان الفئار الشر وعطى اشاره الفئار وغير الانذار. بس زي ما تفضلت، هو يفترض انه اذا كان يعد الانذار ومن اخطا في الرقم 3 وقال مستعجل كان يروح يشوف يجيبه على جنب، كان يجيبه على جنب ويعطيه عشان نتاكد. زي ما قال ابو خالد، هل هو 10 ولا رجع ال 25؟ ليش ما شاف البلنتي؟ طيب هو في الفار، يمكن انه الفئار زي ما قال له وضعك سليم، ما ندري عاد. لا ما تدخلش، انا اعتقد انه ما تدخلش. اعتقد الفار تدخل بس في اشتغل بالانذار، لانه رجع هو اصعب. تاكد له انت بلنتيك صحيح ولا غير صحيح. ما احنا اتفقنا، قلنا امبارح انه التوضيحات الجديده بتقول انه الحالات الجدليه التقديريه بيتركوها للحكم. ولكن هنا دي حاله كبيره وحاله مؤثره في نتيجه المباراه، لابد التدخل يكون بشكل كامل. واضح. ما اهتمش بالانذار واسيب واضح. اعتقد ان الحق ممكن هنا استاذ محمد كان يستدعون يروح ويتاكد عشان يعطينا هل هو شاهد الحاله. ممتاز. والا انه والله استعجل في القرار، ولازم الفي ار ما وضع الان الا لتصحيح الاخطاء. صحيح واضح انه اللقطه هذه كانت هي لقطه الاكثر جدلا في المباراه، ولكن واعطينا حقها. نشوف اللقطات اللي بعدها. تفضل. نشوف الدقيقه تقريبا 90، حنشوف ركله جزاء للفتح، وحنشوف الحكم اول شيء وين تمركزه، ونشوف كيف احتسب القرار، ونشوف عندنا جزئيتين. الجزئيه الاولى هل كان في سبب دفع؟ شوف الان هو على طول. حنشوف الجزئيه الثانيه، وحندنا لها زوم زي ما تفضل ابو خالد. حنشوف الحين طبعا هنا برضو اكد له الفي ار. شوف من هنا، شوف من هنا باليد. انا وجهه نظري ما في شيء، لكن شوف القدم تحت الفخذ التلاحم من الاسفل اسقط اللاعب، بالتالي ركله جزاء صحيحه. شوف من هنا، شفت القدم؟ هنا القدم ركله جزاء لا غبر عليه، مهاجمه للمنافس بالجسم. دفع ما في دفع، ولكن انا بالنسبه لي الدفع ما ادري، طبعا اختلف مع احد او شيء، لكن الوضع اليد شوف، لكن القدم 100%. شوف من هنا، شوف الركبة أو وين راحت على قدم المنافس وأسقطوا أرضا. زاوية الحكم صحيحة، زاوية الحكم كانت صحيحة وجيدة وتحتسب القرار. زاوية الفار أكيد صحيحة، وزاوية الفئار أعدوها له وأكدوا له. هذه شوفها من هنا، شوف من هنا واضح. طيب. أنه في احتكاك حتى بالقدم من أسفل، شوف من جميع، من اسفل القدم بالقدم. هذا البلنتي. انا بس عايز اقول حاجه، انا طبعا بتفق تماما مع ابو زيد، ركله الجزاء صحيحه، لكن عايز اقول لك حاجه فلسفه احتساب القرار. انا طلع عندي حاجه واضحه، انا ليه ادور على حاجه ثانيه؟ انا عندي عرقله واضحه بالقدم، خلاص انا مش محتاج ادور على اي سبب ثاني، طالما زي ما احنا شوف احنا في الاول قعدنا ندور. ممتاز. اذا بلنتي او ركله جزاء للشباب غير صحيحه، وركله جزاء الفتح صحيحه، والشباب كانت له ركله جزاء غير صحيحة، حسب جمال غندور وعبد الرحمن الزيد محللي التحكيمين لكيس اسبورت. يعتبر خطأ مؤثر؟ والله مؤثر، خطأ البلنتي على الأقل مؤثر، لأنه النتيجة انتهت 2-1. يعني لو كانت النتيجة انتهت 3-0 3-1 4-1 ممكن ما يأثر، لكن الآن أنت الهدف، والهدف جاء الثاني. الآن لو تجيب يبغى لك هدف ثاني عشان تجيب تعادل، يعني لو انتهت 3-4 نقول والله ما يعتبر مؤثر الجمال. مؤثر اكيد، مؤثر ركله الجزاء. طيب خلينا نشوف الديربي المجمع ايضا اللي كان يلعب في نفس التوقيت تقريبا، وكان في العديد من اللقطات اللي انت اخترتوها. نعم، حنشوف اول شيء بالنسبه طبعا هو الطاقم النيوزيلندي اللي كان موجود في مباراه النصر وضمك، هم يستعينون فيهم. هنا هل في ركله جزاء؟ حنشوف الاعاده، هم يطالبون، ولكن من هنا حنشوف من هنا في اي شيء. انا بالنسبه لي احتكاك طبيعي جسدي، جسم واستمرار اللعب كان قرار من اللقطه الواضحه لنا. اذا في شيء ثاني، لان الان اللقطه
هذه اللي تطلع لنا، يعني للاسف الزوم كان عالي، لكن اللي استغل المهاجم مثلا تلامس المدافع وسقط الامام، ممكن تلامس طيب. حكاية جسدي طبيعي، انا بالنسبه لي لا يوجد ركله جزاء واستمرار لعب كان قرار كابتن جمال. انا ما عنديش لقطه اقدر اخذ فيها قرار حي صراحه. لا احنا خلينا نحط مبدا عام انه لو ما عندناش لقطه واضحه بالنسبه لنا يبقى احنا بنترك القرار. هذه اللقطه الوحيده اللي ظهرت حتى امام الحكام الفار. نعم هذه اللي ظهرت، لكن ما ندري شو السبب. لكن بالنسبه للقطه هذه حتى قبل ما تنتهي اللقطه طبعا هي ما حسبت. نعم ما حسبت بالتالي معناها. طيب اللي بعدها نشوف حاله ثانيه. خلينا نشوف هنا حاله على فكره في منتهى الصعوبه، يعني انا صراحه مشفق على الحكم، بس هو المشكله في التقدير بتاعه. هنا في ركل، هي المشكله في انه الركل ده كمان فين؟ فوق الخط. الخطوط هي جزء من المناطق التي تحددها، يعني خط منطقه الجزاء يعتبر داخل منطقه الجزاء. شوف قد ايه خطا بسيط ولكنه في النهايه ركله جزاء. ليه؟ فوق الخط. بس هو خالد يعني راح، يعني شو الان جالس يكلمونه الفيار، هي دي اللي انا الحقيقه اللي مستغرب. هو ما حسبش حاجه، ما حسب حاجه. حتى لو الفار عايز يقول له انها خارج، طب احتسب مخالفه خارج منطقه الجزاء. هو ما حسب فيها لا بلنتي ولا فاول، هو الحكم ما حسبش. ولما راجع الفار، مراجعه الفار هنا، اديله بقى القرار الصحيح، يا تقول له ان دي فيها مخالفه. راح شاف الفار، راح شافها هو بنفسه، راح هيشوف. هو مش مقتنع ان في مخالفه، لكن لو في مخالفه هتبقى فين؟ هتبقى داخل منطقه الجزاء. ركله جزاء اكيد، احنا شايفين هنا في مخالفه، هو لازم المفروض يحسب ركله جزاء. يبقى اذا احنا هنا شوف قد ايه وصل القرار الى انه ركله جزاء. يعني هو ليس اشتباه فقط في الخط وعدم الخط، هو حتى في الضربه نفسها. الصوره بتقول ايه؟ محمد ممتاز. الصوره بتقول ايه؟ واضح. الصوره واضحه، فبالتالي هو بلنتي لم يحتسب. طيب نشوف المباراه اللي بعدها، هي كانت مباراه البارحه. نعم مباراتين البارحه، الحزم والتعاون تعادلوا بهدف مقابل هدف. في تلك المباراه كان عديد من الحالات التحكيميه، انتم اليوم عندكم مجموعه منها. عندنا حاله واحده تقريبا، حالة واحدة. كل مباراه حاله. نعم كل حاله، انطرد لاعب الحزم، يعني كان يطالبون بركله جزاء واعطاه البطاقه الصفراء الثانيه للتحايل وطرد للاعب. حنشوف الحين قرار الحكم، وبكل اسف يعني حنشوف الحين هو راح للمهاجم يبغى يسلم عليه، خلاص هو برا اللاعب ومصاب وانت ما حسبت له شيء. حنشوف الحين، شوف من هنا اللاعب اصلا مجرد الهجوم بالشكل هذا واضح انه مش حيروح الكوره، واضح ركله جزاء واضحه 100%. يعني على الاقل نقول خلي تقديرك ما في ركله جزاء، انقضاض هذا، لكن خلي ما في تحايل. خلينا يعني ناخذ نصف القرار لك. طيب. لكن هي الحقيقه ركله جزاء ومهاجم ابي تهور كرت اصفر، واضح يعني على الاقل. لكن الحكم لا حسب لا ركله جزاء وحط واعطى بالاخر تمثيل. عكسي، قرار عكسي للتحايل. شوف من هنا واضح قدم بقدم والدخول انزلاق، ولم يعني ما في اي مجال انك تقول هل تمركز. لكن وين نرجع ثاني مره نقول وين الفي ار؟ ليش انت اذا ما تدخل في الحاله متى يتدخل فيها؟ انا بس هات لي لقطه من اولها، انا مش هختلف لقطه من اولها. هنا هو كملها، كمل لغايه لما نقف هنا، بس اقف بقى هنا، اقف بس هنا خلاص. انا اسال سؤال، هذا الحكم وهذا الطاقم يعلم انه بيطبق تقنيه الفار ولا لا؟ داري يعلم ولا لا يعلم؟ لا يتسرع. لا طب تقنيه الفار بتقول انه في مثل هذه الحالات انتظر يا اخي لما تشوف القرار. ايه الكارت طلع ليه؟ عارف معنى الكارت طلع في ايديه وخرج الكارت معناها ايه؟ انه مش عايز يرجع للفار. انا مش عايز ارجع للفار. بروتوكول الفار ما بيقولش كده، في الحالات اللي زي كده انتظر وروح شوف وبعدين قرر بعد كده القرار. حتى بعد ما طلع الانذار لازم يرجع للفار، ولما يرجع للفار ويتاكد ان ركله جزاء يلغي الانذار. لكن النهارده الخطا اصبح اثنين، ركله جزاء لم تحتسب واللاعب طرد بالخطا. ما راح شافه، ما راح شافها، خلاص اقتنع بعد. والكرت الاصفر زاد المكابره عنده. هو بص انا احكيها لك من الناحيه النفسيه، هو لما طلع الكرت الاصفر هو قيد نفسه دلوقتي خلاص. ان انا قراري اللي خدته دلوقتي اصبح صعب اتراجع عنه بالنسبه له هو، لكن بالنسبه للبروتوكول الفار واضح. مش دي الطريقه اللي يتعامل فيها مع بروتوكول واضح. مباراه الاتحاد والرائد التي فاز فيها الاتحاد على الرائد بثلاثه مقابل هدف، ايضا كان في حاله تحكيميه مهمه. نشوفك كابتن عبد الرحمن تفضل. احنا حنشوف اول شيء هل كان في تسلل، وبعدين حنشوف هل في ركله جزاء. طبعا في خطوط الملعب خطوط تقنيه الفي ار حنشوف الحين. هذا طبعا الحكم موجود معنا، هذا اسفين، هذا النرويجي من العام الماضي وحكم جيد عموما. حنشوف الحين وشوف اخذ
باستماع يعني جالس يأكد قراره. شوف الحين أول شيء التسلل غير موجود، رحلة التمرير للاعب اللي وصلت له الكرة، اللي أخذ الكرة سابقة، الكرة نعم الكرة السابقة، والمدافع موجود كل الثنتين يعني موجود. هذا وصلت للاعب الآن، شوف الحارس، الحارس هنا وين راح؟ راح يلعب الكرة، ما نجح فيها، ما نجح في الكرة. خلنا نشوف الحين كمل، ما نجح في الكرة، الآن أخذ معه بجسمه، أخذ المهاجم. إذا أنا ما لي ذنب أنت تروح تلعب الكرة وما تنجح في الكرة أو تبحث عن، بالتالي أنا كمهاجم أصبحت أني أنا بإهمالك أو بأي شيء من أنت ما 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 أخذت اعتبار أو أي شيء، بالتالي ركلة جزاء صحيحة 100% والتقرير والقرار الحكم كان 100%. تتفق كابتن جمال أنه لا تسلل وبلنتي، لا تسلل ركلة جزاء. بس عايز أضيف نقطة ومن حاجات بسيطة بس مهمة جدا، خلي بالك الملابس المادة 4، شوف هنا لون الجوارب يفيد الحكم، يفرق بكتير. لأنه هنا وبعدين الحاجة التانية يا حكام، لازم نركز على مين اللي راح وصل للكرة. في الحالات اللي زي دي اللي وصل للكرة الأول دائما بيبقى احتمال حصوله على مخالفة بتبقى أكتر من 90%. فبالتالي هيساعدنا اللي وصل للكرة لون الجورب. أنا مش هتكلم على الحذاء لأن الحذاء في ألوان وأحيانا يفيد، لكن وهنا فاد على فكرة لون الحذاء مختلف، لكن على الأقل تقدير لون الجوارب هتفرق وهتفيد الحكام. ولازم نتمسك بتطبيق المادة 4 اللي هي معدات اللاعبين فيما يتعلق بملابس اللاعبين، لأنها تفيد الحكم في النهاية. نعم في لأنه تداخل اللعبات اللي زي هذه ليش التركيز عليها؟ لأنه تداخل اللعبات اللي زي هذه أحيانا اللي هو نوعية الشراب هو اللي يحدد لك من اللي ارتكب المخالفة. ممتاز الكابتن عبد الرحمن الزيد المحلل التحكيمي والناقد التحكيمي ايضا لقنوات كي اس اي سبورت، حياك الله وشرفتنا. وانا كذلك ان شاء الله بنسمع، وانا كذلك لي اشرف تواجدي معكم. ان شاء الله اتمنى ان وفقنا مع ابو خالد في هالجوله، الله يبارك، وان شاء الله الجوله الثانيه ان شاء الله تكون اكثر ان شاء الله. ايضا استاذ جمال الغندور الحكم الدولي السابق والناقد التحكيمي لكي اس اي سبورت، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكل هذه الآراء، شكرا لكل هذه التقييمات. هذا ما نختم به حلقة أو هذا الاستديو التحليلي المصاحب لمباراة الفتح والشباب، ومعه ومع هذه المباراة تقريبا مباراة الوحدة والاتفاق التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ينتهي أو تنتهي الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان. الأسبوع القادم جولة جديدة، جولة ثانية، منافسة جديدة، وكيس اس بورت ايضا تنتظركم تغطيه واستديوهات مصاحبه. حتى ذلك الحين كونوا في رعايه الله.